السلام عليكم ورحمه الله. متابعينا الاوفياء متابعي قناه اليوم الجزير، اهلا بكم على اليوم فيديو جديد مطبخ اللي هو الكرومي يعني اقتصادي. غادي تشوفوا معنا الصور مثل بحال هذه المطابخ، راه كاين العديد منها، المهم كلها كتميز متغيره عن بعضها، وان شاء الله غادي يكونوا عندنا قريبا في القناه التعليميه اللي ديجا ريباريناها وما حطينا فيها والو. في المناسبه ديال عيد الاضحى غادي يكونوا عندنا العديد من الفيديوهات حول كيفيه تصميم المطبخ، كيفيه التركيب، كيفيه اخذ القياسات. غادي يكون عندنا نصائح مهمه بزاف للمبتدئين، كذلك نصائح للقدماء، بروفيل شنو هما الحوايج اللي كنزيدو على البروفيل، شنو هما الاكسسوارات اللي كنحاولوا نخدموا بهم، الاكسسوارات المتميزه، الانواع ديال الفورميكا اللي استمروا مزيانه، انواع ديال البروفيل خاصه البروفيل كنحكي عليه بزاف، لان هاد الايام هادي فهاد الكوفيد 19 واجهنا مشاكل كثيرة قليل اللي كيعلم بها البروفيل، نسبه الحديد راه زايده بزاف، وان شاء الله غنحاول ما امكن انني نريباري فيديوهات باش التفاديا اللي بعض العراقيل لينا حنا ولا كذلك الحرفيه واحد اخر زعما من غيرنا. عندنا مشكل كبير في البروفيل، نتمنى من الله عز وجل ان ترجع ليا المجاريها ورجع البروفيل كيف ما كان، لان البروفيل ناقص بزاف. واش باش نبقاو مستمرين ويبقى العمل ديالنا مزيان، البروفيل راه هو الساس، هو باش مستمرين هو اللي خصو يكون مزيان، ولا فينيسيو ديال الخدمه راه كتبقى كله وطريقته وكله كيفاش تعلم وكله الفكره ديالو. يلا السلام عليكم. المهم بالنسبه للمطبخ كيف ما كتشوفوا المساحه ديالو صغيره، ولكن حاولنا اننا نستغلوا الاسباس اللي كاسو طالعين حتى الفوق. هنا فوق الثلاجه بقات فيها 54 سنتيم كاسو، قسمنا على جوج هنا. هاد لاموار كيف ما كتشوفوا معنا، عندنا الفران درنا له بلاصتو، كنبقاونا ثلاثة ديال لي زيتاجير كيف العادة، لأن تقريبا فيه مترو و 35 سنتيم، والفران كتبقى له 40. كاسو واحد آخر لأن البولانة غادي تحول كيف ما كتشوفو ضربات لنا في الباب، تاهو كذلك ثلاثة ديال الطاجيرات كنصور لكم غير في التعليق. هنا كاين لاغوت خاصها تركب لأن الفلتر ديالها خاصو يتقاد، كذلك حطينا هاد الموتيف باش نديكراديو. بالنسبة لهاد الطروات ديالها كتبقى الاختيار من طرف الزبناء، اللي كيبغي الزاج سامبل راه كيطلبو، اللي كيبغي شي موتيف راه حنا كنحطو ليه. المهم هاد بالنسبة لهاد الطروات ديالها غنحاولو نحطو ليكم بعض الأشكال اللي كتيرة كتيرة وألوان، والاختيار غيبقى للزبناء ديالنا كاع. فوق كذلك ولي كيسون الداخل مكيبانو لا فيسات لا والو، لأن البروفيل كنزيدو عليه حنا بروفيل بالريفيو، كنزيدو نعرفو نقطعو 45 فوا 3 كيف ما كتلاحظو، 45 4 المرات باش كيعطينا ديك الجمالية وكيعطينا من التحت أفلور، هي صعيبة شوية في الخدمة. والداخل كذلك مكيخليش لك هدوك الفيسات يبانو، وليزيطاجير لاصقين يعني ما كاين لا خوا لا والو. نحاول ندخل لكم الكاميرا لداخل باش تشوفوا الكيسو من الداخل مزيان، وما كيبانش لك باش راكب. هذه كنعتمدوا على اللون الرمادي بزاف، لان اغلبيه الزبناء كيطلبوا لنا هذا اللون. هنا لتحت الى لاحظتوا الخامه كانت مبنيه، عندنا تحت الثلاجه حدا لافيسيل، كذلك ماكينة الصابون، لا بلاك اللي كتشوفوا بصمه، لا بلاك اللي هي في النوار. هنا ثلاثة ديال لي كاسخولي جات فيهم 35 سنتيم، كل ما تقلو كل ما مزيان، كل ما كيولو يجرو مزيان. وهنا بقى لنا الباب على حساب بقى خاوي، هنا ما درنا لا ليزيطاجير لا والو، كاين لي فيت الما شي حاجه اللي هي كبيره ولا بوبيل كلشي يتجمع هنا. هنا حطينا ديك الاكسسوارات ديال العطريه، هنا كاين الحيط قريب ليها خليناها محلوله غير من فاس واحد. وهنا غيكون عندنا جوج ديال ليزيطاجير وغتتخلى في الارض، مازال يلاه تعبروا لان عندنا واحد السريه لداخل، مواد التنظيف كلشي في هاد لوكوان.
يلا ما بقى لي غير نقول لكم نشوفكم ان شاء الله الفيديو جديد وحلة جديدة بأفكار أخرى ان شاء الله. المهم بالنسبة لهاد لاطابل بزاف ديال الزبناء الكرام كيسولون على ديال صوت صاحب المطبخ خذات من إيكيا. المهم كيفما كتشوفوا الطريقة ديالها باش نخدمو مزيانة مخدومة بالعود وكبيرة فحتى غي سباس معانا جوج كراسي ديالها، يعني أننا شفناها دابا بالعود ممكن أننا نصيبوها بلاني مليون بنفس التصميم بإذن الله عز وجل. خدينا الفكرة وغادي نزيدو نطوروها لأن بلاني مليون ولا خص يكون فيها العود من تحت، بلاني مليون غادي يكون غير هنا الفوق، غادي يكون غتكون بالخشب وما يبقى فوق منها بلاني مليون باش ما يأثر فيها لا ما لا والو. ثم هذه بالنسبة للمطابخ ديال الكروميك راه مزيانة وعملية، كتسالي كتجمعها فيها العديد من الأشكال، فيها أشكال كثيرة هاد لاطابل. المهم غنصاوبو شي حاجة إن شاء الله على ذوقنا كيفما كنوعدوكم بتصاميم ألمنيوم التيسير. يلا السلام عليكم.